نستمع وإياكم خاشعين لهذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها على أسماع حضراتكم قارئ من قراء الدرجة الأولى بالإذاعة المصرية، قارئ رئاسة الجمهورية، ملك المقامات لمصر والعالم الإسلامي، القارئ الذي سافر لأكثر من 46 دولة حول العالم كروان قرآن الفجر بمصر والعالم الإسلامي، عملاق قرآن الجمعة بالتلفزيون المصري، ذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرة. يا مصر صومي واسمعي القرآن، ليلة وداع المعلم محمد السيد عبد العظيم تزلزل الوجدان، وكأن جبريل من فوق السماوات العلى ينادي هيا بسماع القرآن جدد الإيمان، دع الدنيا إذا القرآن نادى لقارئ بصوته الجميل له الرحمن زاد. هيا بنا يا إخوة الإيمان والإسلام نستمع وإياكم خاشعين لهذه التلاوة القرآنية المباركة مع قارئنا فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرب. أسأل ربي جل وعلا لفضيلته دوام التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا تسليما. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. صلى
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وصدق الله ورسوله. وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وصدق الله ورسوله
وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال حاضر حاضر من المؤمنين من ينتظر
له تبديلا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من وما بدلوا تبديلا. وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء رحمة الله عليه ورد الله
وكفى الله المؤمنين القتال اسمع القرآن اسمع واللي جابه ربنا كويس ربنا كل رزق ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا ورد وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي كما يقول سيدنا النبي سلامي على قمر المدينة طه سلامي على الحجرات حين تراها سلامي على بدر أتم فسلمه وأخفى أشاع الشمس لما تبسمه
ولما مشى في ظلمة الليل انجلى له ما كان في الكون مظلمة. سألت النوق التي آمنت به، قالت شريف في البرايا معظمة. قلت لها يا نوق أين داره؟ قالت نعم أرض البقيع وزمزمة. قلت لها يا نوق قصدي أزوره؟ قال السافر إلى طيبة والحمى. قلت لها يا نوق ما اسمه؟ قالت محمد شفيع لمن صلى عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. طب صلوا عليه، صلوا على رسول الله كما نزيد الصلاة عليه. اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا يطيب المجلس إلا بالصلاة على النبي، في أحسن من كده؟ اللهم صلي وسلم وبارك عليه. يا اللهم صل وسلم وبارك عليه. فتعالينا ومن وسرح كن سراحا جميلا. حاضر حاضر يا سيدي، حاضر حاضر. ايوه كده تسلم تسلم. ماشي ماشي. انا مع شهر القران يا مولانا. انا نسيت يا نساء النبي صلى عليه. يا نساء الفاحشة
يضاف لها العذاب ضعفين. وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها صالحا نؤتها أجرها مرتين. صلى على النبي. الله اكبر. واعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. معك اهو كمان شوي. حاضر حاضر. فلا تخضعن بالقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلن قولا معروفا وقلن قولا معروفا. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي قلبي مرض
كل لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما وأعتدنا لها رزقا كريما وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبي مرض وقلن قولا معروفا بدري من عمرك بس كده حلو كده وقول في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله
وأطعنا الله ورسوله ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا إنما يريد الله ليذهب عنكم أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله العظيم. إنها بجلالها الآيات فيها هدى وسكينة وثبات رتل وجود ما استطعت حروفها وابسط فؤادك إنها النفحات هذا الكتاب فقم به متخشعا متدبرا تصفو هناك عظام هذا هو الوحي المنزل لا دجى يبقى لديه ولا ترى ظلمات من خواتيم الجزء الحادي والعشرون من كتاب الله عز وجل وسطر الجزء الثاني والعشرون وما تيسر من سورة الأحزاب عشنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه الدنيا
التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها على أسماع حضراتكم قارئنا فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرس القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون والمقيم بمحافظة القاهرة. أقلت إليكم هذه التلاوة عبر أثير الموجات الإذاعية وكبرى المؤسسات الصوتية عمالقة الصوتيات الجمهورية لمصر العربية أولاد الحاج محمد أبو علي والمقيمين بذكرنس محافظة الدقهلية مخازن الفراشة الكبرى وأحدث السرادقات العالمية والخيام المكيفة وديزلات النار الحديثة وكبرى محطات الديزل المتنقلة.